تحياتي واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الحقيقه في اليوم الاستثنائي ده. ليه يوم استثنائي؟ ليه سببين الحقيقه. السبب الاول عشان الطله الجديده اللي زي ما حضراتكم كده شايفينها على شاشه اكسترا نيوز العظيمه جدا، وتاني بقول لحضراتكم اسمحوا لي ان انا اكون متحيزه جدا لبيتي التاني اكسترا نيوز، واللي بنتمنى ان اكسترا نيوز في الطله الجديده دي تكون وجهه مشرفه اعلاميه لمكانه مصر العظيمه. ده السبب الاول. السبب الثاني نصر اكتوبر العظيم. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه واهل مصر الطيبين بخير وبعزه وشرف، ودايما يا رب يكون في انتصارات وبناء وانجاز وتقدم واستقرار. انتصار اكتوبر العظيم واللي مصر بتحتفل النهارده بذكرى ال 47 بيأكد قد ايه عظمة الشعب المصري ووقوفه ورا بلده، وده مش جديد عليه، وورا جيشه لغاية ما حققنا النصر واستردينا أرضنا. أجيال كتير الحقيقة ما عاشتش لحظات النصر العظيم ده، علشان كده لازم دايما نفضل إن احنا نقرأ ونعرف ونكتر من معلوماتنا لبطولات المصريين وتضحياتهم اللي حققت النصر العظيم ده. والأهم من ده أطفالنا، ولادنا وإخواتنا الصغيرين اللي زي ما بنركز قوي في تربيتهم وتعليمهم، لازم كمان نهتم بشكل كبير جدا بتربيتهم على حب الوطن والانتماء للبلد. ده شيء مهم قوي. مش هقول إن مفيش اهتمام بيه، لكن ممكن ساعات ما بنكونش حاطينه أولوية. دايما بنحب نركز في تربية ولادنا على قيم كتيرة جدا، لكن قيمة الوطن من القيم اللي لازم تكون في أولوياتنا في تربية أطفالنا وتنمية شخصيتهم. عشان كده ده هيكون موضوعنا الرئيسي النهاردة في حلقة الحقيقة. وخليني أقول لحضراتكم في التطوير الجديد ده كنت بطلع معاكم من الاثنين الخميس، الحقيقة في يوم زاد هبقى من الحد للخميس، ويوم الجمعة والسبت هيكون مع زميلي العزيز والمجتهد جدا جدا زميلي أحمد أبو زيد. برنامج الحقيقة هيكون طوال أيام الأسبوع مع حضراتكم. بنتمنى إن شاء الله إن احنا يعني نقدم لحضراتكم المحتوى اللي انتوا محتاجينه وبيعكس اهتماماتكم على أرض الواقع. طيب، في الذكرى 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة إلى الأمة المصرية أكد فيها على أن الشعب المصري دائما مستعد للانتفاض للحفاظ على أرضه وفرض هبته على الجميع، وقادر على تحويل أحلامه إلى حقيقة. فلقد علمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرة دوما على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين. تعلمنا أيضا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادر على حمايتها. إن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركة عسكرية، خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختباراً حقيقياً لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة. بل لم يقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشر أشعة الأمل في كل ربوع مصر، وتبعث في نفوس المصريين جميعاً روحاً جديدة تتسم بالإصرار والتحدي والقدرة على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات. معنا دلوقتي هاتفيا سيادة اللواء محمد زكي الألفي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء تحياتي لحضرتك وكل سنة وانت طيب وبألف خير وسعادة. تحياتي لحضرتك وكل سنة وانت طيبة وجميع الشعب المصري، وفي هذه المناسبة العظيمة التي لا يمكن أن تمر دون أن نحيي شهدائنا ومصابي عملياتنا، سواء كانوا في حرب 73 أو ما قبلها أو ما بعدها. طيب سيادة اللواء، لو إحنا محتاجين أن إحنا نتكلم عن نصر أكتوبر العظيم ونحاول أن إحنا نبروز مع حضرتك أهم الدروس المستفادة منه، ممكن نقول إيه؟
أول حاجة الحقيقة هي قدرة هذا الشعب المصري بأجهزته وخاصة قواته المسلحة وشرطته وأجهزته الأمنية على مواجهة وعبور كافة التحديات وكافة المخاطر والأزمات الشديدة والخطيرة التي واجهت الشعب المصري في هذه الفترة اللي هي فترة ما حرب 67 وما بعدها. دي حاجة مهمة جدا. تاني حاجة الإصرار والعزيمة على ضرورة استعادة الأرض وعدم التفريط فيها. الحاجة التالتة الروح المعنوية العالية التي اتسم بها المواطن المصري والمقاتل المصري والقائد المصري في هذه الفترة التي كان العدو بيهدف أساسا للنيل منها، وكان قاعد منتظر إعلام مصر للهزيمة، وكان بيجلس بجوار تليفوناته الحمراء كما يقولون لاستقبال الرسائل بإعلان الهزيمة والاستسلام، وهو ما لم يحدث. النقطة التالية اللي بعد كده بنتكلم على قدرة هذا الشعب وقدرة هذا الجيش أو مصر بالكامل وقواتها المسلحة على التحول من حالة إحباط مفروض أنها تصدر إليها إلى حالة استعداد لاستعادة الكفاءة القتالية والهيكلة لقوات المسلحة وإعادة تسليحها مرة أخرى حتى تكون كفئا وندا للعدو الإسرائيلي لتقدر لكي تواجهه وتحقق ما تريده من أهداف وخاصة تحرير الأرض. النقطة التالية اللي بعد كده برضو نقدر نقول فيها استيعاب الجند المصري لأحدث الأسلحة في هذا التوقيت، والآن نحن شايفين التطوير الذي بتتم الذي بيشمل القوات المسلحة بأفراحها الرئيسية من أسلحة ومعدات متطورة وضعتها في مصاف الدول الكبرى وتبوأت مكانتها اللازمة. النقطة الثالثة ما تعرضنا له من أو النقطة الرابعة والخامسة أنا مش عارف المواضع الحالة الاقتصادية التي وصلت إليها البلاد في هذا التوقيت. عايز أقول لحضرتك إن كنا كل حاجة بناخدها بالبطاقة، كنا بناخد حتى الصابون بناخده بالبطاقة، حتى القطن اللي بننجد بيه لما نيجي نجوز بنت من بنات العيلة أو شاب بناخده بالبطاقة، الخشب، الملابس نفسها، الكستور الشتوي. يعني كانت الظروف الاقتصادية صعبة جدا. نشوف هذا الشعب صمد في هذا التوقيت ولا زال ومستمر وواقف الآن خلف قياداته وخلف رؤسائه في هذه المرحلة الاقتصادية الهامة جدا اللي احنا يعني مرينا بيها، والحمد لله وبدأنا يعني نتحسن كثيرا جدا نتيجة تحمل أهلينا لكافة المصاعب السابقة. النقطة المهمة بقى جدا برضو من وجهة نظري الإعلام ومواجهة والوعي الإعلام وقدرته على مواجهة هذه التحديات التي تتعرض لها مصر والمخاطر من خلال شبكات إعلامية متعددة تحت قيادة أنظمة مخابراتية ودعم مادي للأسف ممكن أن يكون من دول شقيقة. تمام، فإحنا قدرتنا على هذا الموضوع مهمة جدا، فإحنا بنراهن على وعي شعبنا وعي شبابنا وقدرة إعلامنا على نشر الحقائق وكسب ثقة هذا الشعب. الحقيقة أنا بحترم حضرتك إن ذكرت كل هذه النقاط أو الدروس المستفادة من نصر أكتوبر العظيم، وعقدت مقارنة كده في تفاصيل كل هذه النقاط. المعركة ما انتهتش يا سيادة اللواء، احنا لسه مستمرين في التحديات وفي الحروب، ولكن نمط الحرب نفسه اتغير بشكل كبير. لو نتكلم في النقطة دي بشكل يعني مكثف مع حضرتك لتوضيح الأمر للسادة المشاهدين. ما نمره الآن بيه الآن يعني احنا بنعرفه وبندرسه لأبنائنا من القادة والضباط الكبار ودارسي كلية الدفاع الوطني في أكاديمية ناصر العسكرية ما يطلق عليه الحروب المعاصرة. اللي يعني بيطلق عليها اصطلاحا حروب الجيل الكذا والجيل الكذا والجيل الكذا، لكن كل هذه الحروب تحت بند الحروب المعاصرة، وهي التي بيتم فيها الآن استخدام وسائل غير الوسائل التي بتستخدم سابقا. صحيح. ما فيهاش الجيوش الضخمة
والتسليح الضخم الموجود والإنفاق العسكري من له أهداف يريد تحقيقها داخل الوطن هنا، ولكن هو بينفق على بعض من عناصر من أولادنا اللي هم ممكن أن تكون نفوسهم ضعيفة ويجندهم لصالح تنفيذ هذه الأغراض اللي احنا بنطلق عليها الحرب من الوكالة أو تدمير الدول من الداخل بشعبها وبأبنائها، بالتالي يصل إلى التفتيت وخاصة ينال من القوات المسلحة ويضعفها. ولاحظي حاجة مهمة جدا، ده هدف رئيسي، القوات المسلحة والشرطة وأجهزة الأمن والمعلومات ده هدف رئيسي لهذه العناصر. صحيح. دايما يا سيادة اللواء بنقول الأطماع بتهدف بشكل رئيسي ضرب المعنويات ما بين قيادات الدولة وما بين أفراد الشعب المصري. سيادة اللواء محمد زكي الألفي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أنا شكرا لحضرتك يعني جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والمعلومات المهمة جدا. يعني بنحترم جدا أي هيئة في الدولة بتراعي البعد الإنساني لأي مواطن مصري عنده مشكلة، خاصة لما تكون المشكلة دي متعلقة بصحته. عشان كده الخبر ده يعني محتاجين إن حضراتكم تركزوا فيه. أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات المنظومة اللي خاصة بالتأمين الصحي الشامل الجديد عن نجاح عمليتين لزراعة القرنية بمستشفى الرمض التخصصي ببور سعيد، وده طبعا في إطار حرص الهيئة على إجراء عمليات الدقيقة وذات المهارة الفائقة داخل مستشفياتها دون تكبد منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل مشقة السفر خارج المحافظة لتلقي الخدمة، وكمان ما تحملهمش أعباء مالية مقابل إجراء هذه العمليات الدقيقة جدا والمتقدمة جدا. طب احنا محتاجين نعرف تفاصيل اكتر مع الدكتوره رضوى امام المشرفه العامه على اداره الاعلام والتوعيه الصحيه بالهيئه العامه للرعايه الصحيه. يا دكتوره تحياتي لحضرتك، ومحتاجين نعرف يعني تفاصيل الحالتين دي وقد ايه تم يعني اجراء العمليات الدقيقه دي بشكل متطور وحديث جدا في الطب المصري. اتفضلي يا فندم. تحياتي لحضرتك. الحقيقه دول مش اول مره نعمل عمليات استثنائية زي دي في مستشفيات المنظومة بورسعيد. احنا مستشفى الرمض من اهم المستشفيات اللي احنا اشتغلنا على تطويرها في منظومة التأمين الصحي الشامل. هي واحدة من 8 مستشفيات من ضمن المنظومة. الحمد لله مستشفى الرمض نجحت انها تقدم اكتر من 5000 عملية جراحية لأهالي بورسعيد. الحمد لله عملية زراعة القرنية دي من اول مرة تجرى في اقليم قناه السويس، اول مره تجرى في بورسعيد، وكان على طول في تحدي كبير قصاد اهالي بورسعيد ان هو زي ما حضرتك قلت بيحتاجوا الخدمه ياخدوها من بره المحافظه. صحيح. فالخبر ده احنا الحالتين كانوا مرتبطين بوحدات طب الاسره. دي اللي هي مستوى الرعايه الاوليه اللي بياخد من خلاله المواطن الخدمه في منظومه التامين الصحي الشامل. فالمواطن كان هناك بيتردد على الوحده بتاعته وتم الفحص الطبي الشامل، فكان في احتياج للعمليه الجراحيه. الحمد لله نجحنا ان احنا نقدم له عمليتين جراحه قرنيه بنجاح. وكمان احنا مش بس كده، احنا مستمرين دلوقتي في الهيئه ان احنا عاملين فحص طبي شامل لكل المواطنين اصحاب الامراض المزمنه داخل محافظه بورسعيد، وهم حوالي 30,000 مريض. دول بنعمل لهم الفحص السنوي مجاني للاطمئنان على صحتهم عشان نتاكد ان الامراض المزمنه بتاعتهم مش هيحصل فيها اي نوع من انواع المشاكل او التعقيدات لا قدر الله. طيب دكتوره رضوى، هل في حصر للاعداد اللي محتاجه فعلا الرعايه خاصه في يعني محور الرمض زي ما حضرتك كده اشرتي في حديثك؟ احنا يا فندم احنا بيتم الفحص الشامل السنوي كل المنتفعين من منظومه التامين الصحي الشامل. احنا المستهدف منهم التغطيه للمنظومه في بورسعيد هم كل اهالي المحافظه ايا كان مستواهم الاجتماعي وايا كان جهه العمل بتاعتهم. من خلال الفحص الطبي الشامل دلوقتي احنا بنعمل سجل طبي لكل المواطنين في اهالي بورسعيد، فانا بقدر من خلالها بعرف الاحتياج للمرضى هم محتاجين مننا انواع خدمات ايه عشان نقدر كمان نحسن لهم من حجم الخدمات المقدمه اليوم. احنا دلوقتي قدرنا نقدم 95% من الخدمات اللي تحتاجها محافظه بورسعيد. الحمد لله نقدر نقول ان ما فيش مواطن محتاج ان هو دلوقتي يطلع بره المحافظه عشان ياخد خدمه صحيه. احنا كان في قائمه انتظار اول ما ابتدينا اصلا المنظومه للرمض نتيجه ان كان في تطويرات تقام في مستشفى الرمض التخصصي، فدلوقتي ما بقاش في قائمه انتظار لاي عمليه موجوده عندنا في محافظه بورسعيد الحمد لله. ف
فاحنا بيتم ده حصره بشكل دوري عن طريق وحدات ومراكز طب الاسره. وفي حاله اي مريض احتاج عمليه جراحيه زي اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده بتتقدم له، وبنجيب له اكبر استشاريين واكبر خبراء يقدمها له، وده تقريبا بالمجان. يعني زي ما حضراتكم قريتوا في الخبر هي تكلفه العمليه دي في القطاع الخاص تتراوح من 20 لـ25 ألف جنيه تقريبا. فاحنا الحمد لله من خلال منظومه التامين الصحي الشامل المواطن دفع مساهمته الداخليه فقط، وهي تقدر ب 300 جنيه حد اقصى. وفي حاله ان المريض من غير القادرين فهو ما بيدفعش حاجه اصلا. فاعتقد دي حاجه مهمه جدا ان احنا في الاخر بنراعي ان صحه المواطن ما تكونش عبء على الوضع المادي، ان هو ما يدخلش. ودي فكره التامين الصحي الشامل، ان ما فيش مريض يدخل في ضائقه ماليه نتيجه وضعه الصحي. دكتورة رضوى إمام، المشرفة العامة على إدارة الإعلام والتوعية الصحية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المشاركة دي. كالعادة الإعلام المعادي لمصر زي قناة الجزيرة القطرية وإخواتها من القنوات الإرهابية ما بيفوتوش يوم الحقيقة إلا ودايما بيحاولوا ينشروا الأكاذيب والإدعاءات. احنا اتفقنا يعني ده أكل عيشهم، في محاولة لتكدير الصفو العام خصوصا في المناسبات اللي بتوجعهم قوي زي المناسبة العظيمة اللي احنا بنعيشها دلوقتي أكتوبر، واللي بيبقى ليها دور كبير في استحضار واستلهام الروح المصرية ناحية الأمل والرخاء ورفعة الوطن والأمن والأمان اللي هم مش عايزينه. علشان كده قناة الجزيرة القطرية والمجموعة من قنوات ومنصات جماعة الإخوان الإرهابية بنتكلم على إن هم أذاعوا تقرير عن الإعدامات في مصر بتزامن مقصود مع ذكرى انتصارات أكتوبر العظيم. طيب التقرير ده بيقول إيه؟ كالعادة مليان برضو كذب ومعلومات غلط. في إطار مثلا تزييفها المتعمد للحقائق أذاعت قناة الجزيرة القطرية تقرير امبارح حول تنفيذ أحكام الإعدام ضد عدد من المتهمين في قضية أحداث مكتبة الإسكندرية وقضية أجناد مصر، في إشارة طبعا خبيثة جدا ولئيمة جدا إلى أن مصر بتنفذ أحكام الإعدام بحق مسجونين سياسيين. ده طبعا يعني مش حقيقي بالمرة. ليه؟ لأن هي كمان تداولته للترويج للباطل ضد مصر دون الرجوع أو الإشارة للقضايا اللي تم ذكرها واللي ذكرها تقريرهم، وهي قضايا إرهاب وعنف ضد من قالوا لا للإخوان من المصريين. يعني ببساطة قناة الجزيرة، وده مش جديد الحقيقة وإحنا بنقول لحضراتكم، وأخواتها من القنوات الإرهابية بيتعمدوا إن هم ينشروا الأكاذيب لمساندة الإرهابيين اللي هددوا مين بقى؟ هددوا حياة المصريين احنا يعني. طب احنا محتاجين نعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده. معانا على التليفون الاستاذ محمود البدوي المحامي بالنقد والخبير الحقوقي. استاذ محمود تحياتي لحضرتك. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. لو محتاجين بس حضرتك توضح لنا وتشرح اكتر للمشاهدين عن الكذب الجديد لقناة الجزيرة. طبعا هي اولى الاطروحات طبعا خاصه بفكره ان مصر بتعدم معتقلين سياسيين، وخدي بالك من برضو اللي هو لا يعنق الحقيقه وذكر كلمه معتقلين سياسيين. انا ما عنديش حاجه في مصر اسمها معتقل سياسي، ولا عندي في قانون الاجراءات الجنائيه ما يعرف باسم المعتقل السياسي، ولا عندي حتى في قانون العقوبات عقوبه اسمها او بتتكلم على الاعتقال السياسي، ما عنديش الكلام ده. انا النهارده عندي ناس ارتكبوا جرائم كانت ذات صفه تتعلق بجرائم الارهاب. النهارده اما بنتكلم على عقوبة الإعدام التي يطمطم حولها فصيل الإخوان الإرهابي والتي يروج لها منبر الشر ومنبر الإثم بدويلة قطر اللي هي أصبحت أو تحولت إلى شوكة في خاصرة الوطن العربي، وأصبحت هي الراعي الأول والممول الأول والداعم الأكبر في الشرق الأوسط لكل التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها التنظيم الأقدم على وجه التاريخ اللي هو تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية. فهنا لازم نربط الكلام ده كله جنب بعض ونعرف الغرض من الصورة الكبيرة دي إيه. الغرض من هذا الأمر هو توجيه الإساءة إلى النظام القضائي المصري. الغرض من هذا الأمر هو توجيه الإساءة إلى النيابة العامة الموقرة ونيابة أمن الدولة وما تم اتخاذه من إجراءات. أنا النهاردة عندي قضية، والقضية اللي حضرتك بتتكلمي عليها هي مثلا قضية أجناد بيت المقدس. خليني اقول لحضرتك كده في ارقام بسيطه في عجاله للمصريين عشان يبقوا فاهمين احنا بنتكلم في ايه. بنتكلم على قضيه
تم تداولها على مدار 83 جلسة، 83 جلسة. القضية دي حضرتك، طيب هل كل اللي كان تم تقديمهم في هذه القضية تم إحالتهم للإعدام؟ لا، هقول لحضرتك، كان عندي 3 اتحكم عليهم بالإعدام، وعندي 17 خدوا سجن مؤبد، وعندي 15 والسجن 15 عام للبعض للمتهمين 2، وسجن 5 سنوات لسبع متهمين، وبراءة الخمس متهمين. الله، افهم ايه من هذا الامر؟ لو انا النهارده عندي نظام قضائي موجه او نظام قضائي مسيس، طب ما كان عدم للكل، انا ايه اللي يخليني اطلع ناس براءه ويحصل عندي تنوع في الاحكام بدءا من البراءه وصولا الى الاعدام مرورا في النص بالخمس سنوات وال15 سنه وخمس سنوات وسبع سنوات. النهارده بنقول ان القضاء المصري الشامخ حصن الحرية وحصن القانون وحصن الموضوعية والمشروعية عرض عليه أمر هؤلاء، فرأى لكل واحد فيهم وفقا للإسناد السليم اللي جه في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة الموقرة، كل واحد ارتكب جريمة معينة حسبه وفقا لصحيح القانون بناء على الجرم اللي ارتكبه، اداله العقوبة اللي بيقابلها في قانون العقوبات المصري عندي. فأنا هنا النهارده لما الاقي ناس خدوا اعدامات وناس خدوا براءات، افهم من هذا الامر ان احنا ما بناخدش الامور جزافا، وان دفاع هؤلاء المتهمين تم تحقيقه على مدار 83 جلسه في حوالي 3 سنين وشهرين، ومن خلالها كمان خليني اقول لحضرتك على حاجه، ان المحكمه الموقره استمعت الى قرابه 126 شاهد اثبات، واستمعت الى مرافعه النيابه العامه الموقره، واستمعت الى دفاع المتهمين. فبالتالي ليس هناك مجال للقول بان هؤلاء مسؤولين سياسيين، بل قتل ارهابيين حق عليهم حق القصاص. بيقول في القران الكريم رب سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. انا النهارده اما بنفذ عقوبه الاعدام، عقوبه الاعدام مش مستمده من تشريع وضعي تم وضعه بمعرفه المشرع البشري، لا، ده انا بتكلم بستند فيها الى نص الهي تحدث صراحه في محكم التنزيل، قال رب المولى عز وجل: ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. النهارده اما بلجا ان انا باعدم شخص او بحرمه من الحق في الحياه، باقتل نفس اللي يحيي انفه. الارهابي النهارده اللي بيحط القنبله واللي بيطلع بعربيه مفخخه بيطلع يميز ما بين اي حد والتاني، قنبلته دي ممكن تاخد في وشها بال 50 وبال 60 وبال 100 واحد قصاد منها. فالنهارده كف الاذى عن الجميع بموجب سلطان القانون. يا استاذ محمود، انت عارف طبعا اكيد يعني السفسطه مش جديده على سلوك الجزيره واخواتها، قلب الحقائق اباطيل والاباطيل حقائق، يعني ده اكل عيشهم زي ما احنا دايما بنقول. استاذ محمود البدوي المحامي بالنقد والخبير الحقوقي، طبعا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركه. نرجع بقى لفقرتنا الاساسيه او الرئيسيه. الفقره دي احنا يعني بنعتبرها استراتيجيه. ازاي؟ لان ليها عائد مهم جدا جدا جدا، بتخاطب الاجيال الحاليه وبتخاطب الأجيال اللي جاية كمان، علشان أطفالنا والأجيال اللي جاية يكون عندها انتماء، وده مش مفهوم كلاشي مثلا أو مفهوم احنا بنقوله كده وخلاص، لكن تعرف يعني إيه وطنية، يعني إيه وطن وأهميته، وإزاي نقدر إن احنا نحافظ عليه، وإزاي كمان نفتخر بانتصاراتنا وانتصارات الجيش المصري على مدار السنين اللي فاتت واللي بنعيشها دلوقتي وكمان يعني السنين اللي جاية إن شاء الله، واللي احنا بنتكلم فيه النهاردة الانتصار العظيم، انتصار حرب أكتوبر، والجهد العظيم اللي بتقوم به قواتنا المسلحة في مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والأمان على أرض مصر كلها. هنناقش الموضوع المهم ده لكن بعد الفاصل، ونرجع تاني لحضراتكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض مخطط التطوير الشامل لمنظومة الجمارك على مستوى الجمهورية،
وقد وجه السيد الرئيس بتركيز استراتيجية تطوير منظومة الجمارك على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة، مع تبسيط الإجراءات المستندية واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركي، ولتتكامل تلك الجهود مع سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت مصر تتمتع بها على البحرين الأحمر والمتوسط. كما وجه السيد الرئيس بأن يتم تزويد المنافذ والموانئ بمعامل فحص متكاملة يتم ربطها إلكترونيا بمختلف الجهات المختصة، مع وضع مؤشرات ومعايير واضحة لقياس الأداء للوقوف على مدى التوافق مع الأهداف المحددة. وقد استعرض السيد وزير المالية أهم الخطوات التنفيذية لتطوير منظومة الجمارك، بما فيها تطوير مصلحة الجمارك والمراكز اللوجستية التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الدولة الضالعة في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي المبدئي للمنظومة الجديدة بعد شهرين، بحيث يتم تطويرها تدريجيا حتى الانتهاء منها خلال العام القادم. كما عرض الدكتور محمد معيط المحاور الاستراتيجية التي ترتكز عليها عملية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، والتي تتمثل بالأساس في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة الإجراءات مع الربط بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية من خلال منظومة النافذة الواحدة، إلى جانب تشديد الرقابة الداخلية والحوكمة داخل تلك المنافذ عن طريق استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإلكتروني، فضلا عن تطوير الكوادر البشرية والتوسع في برامج التدريب وتطوير المعهد القومي للتدريب الجمركي، وكذا صياغة إطار تشريعي جديد يواكب الممارسات العالمية في مجال التجارة سهولة البضائع وتشديد. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. الاجتماع تناول استعراض أنشطة صندوق تحيا مصر والخطط المستقبلية لمشروعاته. وقد استعرض اللواء محمد أمين في هذا الصدد مجمل النشاط والدور المحوري الذي طلع به الصندوق خلال السنوات الماضية كمعاون لجهود الدولة في كافة المجالات وقاطرة للعمل المجتمعي بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهو ما أحدث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والخدمات المجتمعية الشاملة من خلال تقديم حزمة متكاملة من المشروعات، فضلا عن استخدام أدوات مرنة وحديثة لتمويل مشروعات الشباب والمرأة. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار تطوير أنشطة صندوق تحيا مصر في مجال الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والتنمية العمرانية والتمكين الاقتصادي ودعم التعليم والتدريب ومواجهة الكوارث والأزمات وغيرها من المجالات التي تمس الحياة المعيشية اليومية للمواطنين من كافة النواحي. تنمية الانتماء والوطنية عند أطفالنا، ده موضوع مهم جدا. هيكون ضيفي في الاستوديو دكتور حسن شحاتة، أستاذ أصول المناهج بتربية عين شمس وعضو المجالس القومية المتخصصة. تحياتي يا دكتور وحضرتك منورنا. ربنا يخليك. هستأذنك بس في كام دقيقة كده نتابع مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس بينظم مؤتمر مهم جدا تحت عنوان التدخلات التركية في الشرق الأوسط وأثرها على السلم العالمي. فالليبي وسيدلي ببعض الأسرار، وكما تعرفون هناك بعض المفاوضات حاليا كان ذلك في المغرب، في جنيف، في برلين، إذ هناك بعض النوايا الفضلة ما بين قوسين بالطبع، لأننا في بعض الأحيان هذه النوايا تؤدي بنا إلى جهنم، ولكن هناك بعض أيضا الأمور والمشاكل والنزاعات التي يمكن أن تحل بشكل يعتمد على السلم. هناك كما تعرفون قوى أخرى مثلا مثل قطر تلعب وتتدخل أيضا في تركيا، ولكن الحل السلمي ما زال معقولا. الآن سأعطي الكلمة إلى زميلي وصديقي الدكتور عبد الرحيم علي الذي سيأتي ويتكلم عن الملف الليبي وهذه الدراسة، هي دراسة منتظرة جدا، إذ أننا نعتقد أن وسائل الإعلام في فرنسا لا تعرف ما هي حقيقة الأمر. إليك الكلمة، تفضل سيدي. خلوني أبدأ حواري مع دكتور حسن شحاتة أستاذ أصول المناهج بتربية عين شمس وعضو المجالس القومية المتخصصة.
دكتور حسن، احنا بنتكلم في موضوع الحقيقة يمكن ناس كتيرة حاطة له أولوية أو حاطة له أهمية، لكن الحقيقة مش دي الأهمية المطلوبة أو المنوط بيها، وهي تنمية الانتماء وقيمة الوطن والوطنية عند أطفالنا والأجيال الجديدة اللي ممكن أو أكيد ما عاشتش انتصار زي انتصار أكتوبر النهاردة. كل سنة وحضرتك طيب. وأي تحدي مصر خاضته هي بتقرأ بس في كتب التاريخ، ويمكن كمان ما تكونش بتقرأ بالحماسة أو ما عاشتش كمان يعني كل الحروب اللي خاضتها مصر. إزاي نقدر إن احنا نركز كأسرة مصرية وكمؤسسات تعليمية في مصر وكل حتى الإعلام وحتى الدراما وكل الوسائل المنوط بها في تنمية روح الانتماء والوطنية لدى أطفالنا؟ الحقيقة طبعا لابد إن احنا نعترف أن عندنا 23 مليون متعلم في التعليم ما قبل الجامعي بيتعلموا في 56 ألف مدرسة، لدينا 1,300,000 معلم من المعلمين الأكفاء أصحاب المغارم للمغارم، عندنا 27 جامعة حكومية وجامعات تكنولوجية وجامعات أهلية وجامعات دولية. التعليم هو المعبر الوحيد لبناء إنسان مصري جديد، لمجتمع مصري جديد. بناء الإنسان المصري بيحتاج إلى التربية والتعليم، التربية بمعنى التنمية والتعليم بمعنى التغيير. إحنا مناهجنا يعني يمكن بعض النظرة الخاسرة إليها إنها بتتمثل نستحضر ونستلهم الانتصارات والقيم الوطنية والمفاهيم الوطنية والأحداث التاريخية اللي عشناها، وتاريخ مصر مملوء بالبقاء النقاط البيضاء الناصعة في الدائرة الإفريقية والدائرة العربية والدائرة العالمية والدائرة صحيح. المحلية. يعني أنا أما بعيش عصر الرئيس السيسي بيذكرني بأنه بيجمع كل العصور في عصر واحد، عصر جمال عبد الناصر يد تبني ويد تحمل السلاح، وعصر السادات والسلام والانتشار في الدول الأفريقية. وأما تجدي حضرتك إن إحنا بنبني دي معارك بطرق وكباري ومصانع والأسمرات والمدن الجديدة والجامعات الجديدة والمدارس اليابانية والمدارس الدولية والمدارس التكنولوجية. إزاي حسس أطفالي بقى بالكلام أنا ده؟ أنا عندي بربيهم من خلال منهج. المنهج هو مجموعة الخبرات التعليمية اللي بتقدمها المدرسة للتلاميذ بقصد ان هم ينموا نمو شامل متكامل. هذه الخبرات قد تكون خبرات مباشره بيعيشوها او خبرات غير مباشره بيستحضروها من الماضي. فاحنا بنستحضر من الماضي ثوره 23 يوليو، ثوره اكتوبر المجيده وانتصار اكتوبر في 73، قبل كده 56 وانتصارنا على ثلاث دول انجلترا وفرنسا واسرائيل، الحروب اللي خاضتها مصر مع الجزائر ومع العراق ومع السودان ومع جميع الدول العربية وسندتها وساعدتها ووقفت معاها، اللي هو المد العربي في كل ما زال حتى الآن موجود. عندنا ليست كتب التاريخ وحدها التي تقدم، في كتب المواد القومية، في كتب اللغة العربية القراءة، وفي يعني حضرتك قصدك ان انا اقرا لاولادي؟ لا هم موضوعات القراءة المقررة عليهم فيها موضوعات وطنية كثيرة، في صور للانتصارات، صور للشهداء، صور البطولات. بس موجودة. ما تزعلش مني يا دكتور في النصوص حسن. الأدبية ما هو بتبقى القراءة. موجودة طبعا، وممكن المناهج ما تكونش مقصرة في ده، لكن طريقة إلقائها للطفل لا مش إلقائها. إحنا عندنا حاجة اسمها، معلش أنا أقول لحضرتك طب اتفضل عشان يعني أنصف المدرسة وأعيد لها القيمة اللي إحنا وصلنا إليها في عصر الرئيس السيسي وجهود الدكتور طارق شوقي والدكتور خالد عبد الغفار. احنا عندنا الانشطه دلوقتي، عندنا بنك المعرفه، بنك المعرفه ده لو سيادتك تخشي هتجدي اكبر مكتبه الكترونيه فيها الفيديوهات بالانتصارات وفيها فيديوهات عن التاريخ، فيها كل الاعمال البطوليه اللي احنا قمنا بيها، فيها الاناشيد والنصوص الادبيه اللي موجوده. اما تجدي الانشطه المدرسيه والرحلات والزيارات
واستخدام في بعض الأنشطة في المدرسة اليابانية في مصر الآن في يوم مفتوح أوبن دي بيخش فيها رجال الأعمال، القيادات العسكرية، القيادات المدنية، بيحكوا تاريخهم. يعني مدرسة منفتحة على المجتمع وليس مدرسة منغلقة على مواد دراسية. انتقلنا من عصر ثقافة الإيداع وثقافة التخزين إلى عصر استخدام العقل وثقافة الانفتاح، ثقافة التفكير، ثقافة إبداء الرأي والتعليق والتلخيص والتفسير والتعليل. كل دي قدرات عقلية عليا بيعيشها أبنائنا. يعني أساتذتك ما تخش تشوفي الفيديوهات والمنصات التعليمية، لأن دلوقتي ما بقاش التعليم من خلال ثقافة ورقية، من خلال ثقافة إنترنتية. يعني أنا فاكرة مثلا يعني كجيلي كان في حصة في المدرسة كده اسمها حصة التربية الوطنية القومية دلوقتي، ما عرفش أنا كانت أيام التربية الوطنية وأنا مش بعيدة قوي يعني، بس أنا بتكلم في تربية وطنية. دي كانت الحصة بصراحة كانت متوقفة على أداء المعلم. في معلم كان بياخدها، احنا كان بيدينا احاء ان هي حصه احتياطي، حصه ملهاش اي قيمه لان مش داخل الامتحان. وفي معلم تاني كان بيديها لنا لا دي حصه اساسيه جدا ولازم تعيش كل التحديات اللي مصر خاضتها والكلام ده كله. المعلم ليه دور كبير قوي طبعا، والاسره ليها دور كبير قوي انها توعي اولاد في المعلم بالزبط. الاول المعلم دلوقتي احنا بنعلم من خلال الاحداث الجاريه، ان انا بديهم احداث بيعيشوها وبستحضر واستلهم احداث ما عاشوهاش قبل كده وبحطها كمدخل للدرس. بديهم القصه، التعليم بالقصه وبالحكايه، بديهم القصص. لو سعادتك شفت القصص والحكايات اللي موجوده عند الاولاد اللي بيتعلموها في مرحله من كي جي 1 لغايه نهايه المرحله الثانويه، لو شفتي عمليه الالقاء، عمليه التعليم بالقدوه، انت سعادتك اما تشوفي صور الرئيس السيسي وكلماته في كتب المواد الدراسية خاصة في كتب القراءة، وكأب وكمعلم وكقائد، دي تعليم بالقدوة، تعليم بالأسوة، تعليم بالنموذج. فإحنا عندنا التعليم ليس عملية نقل معلومات كما كان في الماضي، في تغيير شامل في منظومة التعليم، في ثورة ونقلة نوعية في التعليم. يعني أنا سعيد أن أنا عشت عصر عبد الفتاح السيسي وشفت هذا العصر الذهبي وشفت هذا الزخم. رئيس صرف 2 مليار و216 مليون دولار على التعليم. في رئيس دولة قبل كده حدث منه هذا التصرف؟ لم يحدث، لأن هو هدفه الأساسي بناء إنسان جديد لمجتمع جديد. لو اتكلمنا عن التعليم هنبقى محتاجين فقرة كبيرة جدا وحلقة كاملة. دكتور حسن شحاتة أستاذ أصول المناهج بتربية عين شمس وعضو المجالس القومية المتخصصة، كل سنة وحضرتك طيب. أنت طيبة. وشرفت يعني بالحديث مع حضرتك وكل هذه التفاصيل المهمة. وبرجع وبقول لحضراتكم يعني المدرسة ليها دور، المؤسسات الاجتماعية اللي بيشارك فيها أي طفل من ولادنا بيبقى ليها دور في تنمية الوطن، الأسرة ليها دور كبير جدا 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 في تنمية الحس الوطني وقيمة الوطن والوطنية لدى أولادها. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أي عبد الرحمن، أشوفكم على خير بكرة إن شاء الله.